لما نحكي بي اس اف مثلا 10 اكس اثنين، يعني ثاني بت من الريجستر اللي عنوانه 010. لما نقول بي اس اف ان دايركت اف واحد مثلا 3، يعني نعمل ست للبت رقم 3 في الريجستر اللي بيأشر عليه في اس ار 1. اعمل ست للبت رقم 3 للريجستر اللي بيأشر عليه في اس ار 1. اسمبلي هي بتحكي، هي بتسال اسمبلي، هي بتسال اسمبلي مش هيك؟ هسه اذا بتقولي مثلا بي اس اف موف ال بي واحد، وبي اس اف الان شوف البي اس اف تستلم، اكيد تستلم ادرس بت اكسس بت، اكيد تستلم اكسس بت، بس انا يعني شوفها. لاحظوا البي اس اف هي بتستلم البت والاكسس بت، ماشي. يعني اذا حكينا بي اس اف 2 5، مش 2 طبعا، 20، 20 اكس، مين اللي راح يعمل له ست؟ الريجستر البت 5، هسه طلع هاي رقم 5 1، نكمل هيك. بس طلع هاي الواحد انه ايش؟ انه استخدم ايش؟ استخدم البنك سويتشنج. هاي الخمسه انه البت رقم 5. طب انو ريجستر يعني ماشي، اذا البت رقم 5 اذا نعمل لها 6، انو الريجستر 120، 120 لو شلنا هاي البت، البت رقم 5 في 0 20، لما نحط واحد يعني نستخدم البي اس ار، البي اس ار شو فيها؟ واحد، فاعمل 6 للبت رقم 5 في الريجستر 120. فالقصد انه موضوع انه البي اس اف في دايركت او اندايركت ما له علاقه، يعني الاندايركت او الدايركت او استخدام البنك سويتشنج بس بياثر على اي ريجستر، الريجستر 010 ولا الريجستر اللي بياشر عليه في الصار 1 ولا الريجستر اللي عنوانه 120. 120 اما هاي، هاي رقم البت، البت ست كل معناته بت ست، البت رقم 3 في ريجستر، البت رقم 2 في ريجستر، البت رقم 5 في ريجستر، بس بأثر انو ريجستر بنشتغل عليه. جاوبت على سؤالك؟ تمام، يسلموا. تمام. في أسئلة ثانية؟ دكتور، حددت مادة الكويز ولا لسه؟ مادة الكويز يا جماعة شابتر 6 وشابتر 7، بس راح تشوفوا هسه قدامي شوي انه شابتر 7 في شوية اكزامبلز من شابتر 5 شوي، هذول مطلوبات طيب اكزامبلز. دكتور، نعم. ما بنفع نتناقش بمادة الكويز إنها مثلا تكون 5 و6 بدل 6 و7؟ لا ضروري تقول 7. تمام. تمام. ضروري تقول 7. فالآن احنا وصلنا لعند الاكزامبل اللي فيه اخطاء وصلحناه. هذا الاكزامبل وصلحنا الاخطاء، قلنا فيش واي وان نون، في واي الخارجي، واي استبدال اف، وهي شرحنا الاخطاء وصلحناه في المره السابقه. بناخذ هون عن لوجيك اوبريشنز، كيف اعمل اند؟ اوكي في السي امبرساند اند، امبرساند استخدم الامبرساند. كيف اعمل اور؟ اور اكسور، اوكي انفرتر، شيفت رايت، شيفت ليفت، فشيفت اوبر. اوكي طيب، شي هي الاور؟ الاور اللي هي الكبسه هاي اللي فوق، شيفت مع الكبسه اللي فوق الانتر، فهي زي بايب، هاي شيفت مع الكبسه اللي فوق الانتر بايب، تعمل اور. بس لو قلت له مثلا اوكي هاي اكسور الهام، طيب هاي انفرتر، شو يعني انفرتر؟
وانس كومبليمنت، وان كومبلي. وانس كومبليمنت. طب لو عملت واي تساوي انفرتر، هاي اخر كبسه في الصف الاول، اخر كبسه على الشمال، انفرتر اكس، نفترض انه اكس معرف ان ساين كار وواي ان ساين كار. طبعا شو معرفات مش مشكله، حتى لو كانوا 24 بت راح يعمل انفرت ل 24 بت. هل اكس بتتغير؟ اكيد لا، اكيد لا. فانت بدك تتخيل انه اكس مسكها عمل لها انفيرجن، بس ناتج الانفيرجن في واي، فمش معناته واي تساوي انفرتر اكس انه اكس راح تتغير، بس محتوى اكس بنعمل له انفيرجن وبنحط النتيجه في الواي. فعشان اعمل وانز كومبلمنت لاكس لازم اكتب هيك، اكس تساوي انفرتر اكس، بغض النظر اكس شيء 8 بت 16 بت 24 بت، بغض النظر حسب شو معرفه. فاذا الاكس وانز كومبلمنت، طب توز كومبلمنت اجمع على اكس واحد، بعد ما تعمل انفرتر اكس اجمع على اكس واحد، اكتب اكس بلس بلس. تمام؟ طيب نيجي ل الشيفت. الشيفت طبعا ما في شيفت انستراكشن، فالكومبايلر كيف بيعمل؟ ما في عندنا شيفت، فبستخدم الروتيت الصراحه لما احولها لماشين كود، بستخدم الروتيت على الاغلب. اوكي، بستخدم الروتيت. شو الفرق بين الشيفت والروتيت؟ الشيفت بتدخل اصفار، يعني لما نيجي احنا هاي ريجستر، هاي ريجستر هسه طلع شيفت رايت، معناته البيتس بدهم يتحركوا. شيفت رايت معناته البيتس بدهم يتحركوا في الريجستر، داخل الريجستر على اليمين. شيفت ليفت البيتس تتحرك على الشمال. الشيفت خلينا بالشيفت رايت، راح يجي راح يتحرك البيتس ويجي من جهة الشمال صفار، وهذا الفرق بينه وبين الروتيت. فإذا عملنا شيفت بمقدار خطوة بيجي الصفر. كيف يعني مقدار؟ يعني لما نحكي احنا اكس تساوي اكس شيفت رايت 2، خطوتين يعني تك تك، فبيجي صفرين على الشمال. طب التو بيتس اللي هون بيختفوا بيسقطوا بيطلعوا، فبيطلعوا تو بيتس من اقصى اليمين وبتحرك، اذا كل البيتس بتتحرك على اليمين خطوتين، طب هذول التو بيتس راح يطلعوا برا. طب شو بيجي بيتس من هون؟ بيجي صفرين. فشفت رايت واحد بس بنحركه مره واحده، بيجي صفر على الشمال وكل بيت بتحرك قدامه اخر بيت هون بيطلع. اخذتوني الشفت معك وخلصت كله. اصلو شوفوا الان هون بدكم يعني تكونوا مستعدين في الاسئله، انه يجيك في الاسمبلي تحول لسي، او في السي يجي اوكي، او في السي تحول لاسمبلي. سي بلس بلس يعني. لا هذا شو مبرمج سي 18، يجيك في السي 18 برمج اسمبلي، او في الاسمبلي برمج اوكي برمج العكس. دكتور، نعم بالنسبة للاند والاور، هي نفسها لما يكون دبل انتين جنب بعض ولا بتفرق عنها؟ الاند اللي اخذناها، البت الاولى عند البت الاولى، البت الثانيه عند البت الثانيه، هاي لوجيك اوبريشنز. يعني لما عندك ريجستر تعمل له اند مع ريجستر، الاولى اند الاولى، الثانيه اند الثانيه، الثالثه اند الثالثه، بت وايز اوبريتور، بت وايز اوبريتور. تمام. طيب لو اجانا سؤال، لو اجانا سؤال سبوز that x is unsigned 8-bit number،
write assembly code that is equivalent to the following C18 statement. إذا كيف نبرمج هاي الجملة؟ كيف نبرمجها بالاسمبلي؟ أعطي السؤال. كيف نبرمجها بالاسمبلي؟ فالآن الصراحة في أكثر من طريقة للحل. هسا ممكن إنه تطلع عليها هاي، تفكر فيها، تقولوا انه هاي راح تؤدي انه الاربع بتس اللي على الشمال راح يصفوا. ممكن تفكروا فيها انه بما انا دائما شفت 4 مرات، هذول الاربع بتس الابر نبل راح يصفر. والاربع بتس اصلا هذول اللي على الشمال راح يتحركوا. اذا طلعوا كيف الاربع بتس اللي على الشمال راح يتحركوا ويجوا مطرح الاربع بتس اللي على اليمين، الاربع بتس اللي على اليمين بيطلعوا وبيجي 4 اصفار على الشمال. اذا بتفكروا بهذا المنطق ممكن تحلوا كالتالي. سوليوشن مختصر، سوليوشن نمبر 1، افترضوا انه اكس اكويت كذا، افترضوا انه اكس اكويت 10 اكس مثلا، فممكن تعمل سواب اف اكس شو بصير؟ عملنا سواب فبغير الابر نبل مع اللور نبل، بعدين بصفر. اذا طلع، اذا انا هدفي الاربعه بتس اللي على الشمال احركهم على اليمين واصفر على الشمال، بعدين موف ال دبليو 0 اف اند دبليو اف اند دبليو اف اكس. اذا لاحظوا لما عملت سواب الاربعه بتس الابر نبل اجوا مكان اللور نبل، لما عملت اند مع زيرو اف اوكي صفرت ايش الاربعه بتس فحققت النتيجه. ففعلا هون راح اوكي حققنا الكل واضح له انه هذا هاي الثلاث ستيتمنتس لهم نفس المفعول على اكس. دكتور بزبط طريقة ثانية، أقسم على 2 4 مرات. ايش؟ بزبط أقسم على 2 4 مرات، حل ثاني. قسم على اثنين، كيف تقسم؟ هو الاسمبلي التقسيم مشكلة، تعمل ريبيتد سبتراكشن. فهمت على مشكلة يعني تقسم ايه؟ كالجوريثم بجوز يزبط، بس كحل يعني صعب بصير قوي. هسا في سوليوشن نمبر 2، مش منتبه انا لقصه انه اربعه بتصفر وكذا، بدي هيك. احنا بنعرف انه الشفت له علاقه كبيره في ايش؟ في الروتيت. فدائما ممكن اي سؤال بيجي شفت فكر في الروتيت، اي سؤال. فلو عملت روتيت رايت نو كاري، طبعا ممكن تستخدم الكاري بس خلينا نعمل نو كاري ليكس 4 مرات، هسا شو المشكلة؟ المشكلة انه الاربعة بتس اللي على الشمال ما صفر، فممكن برضو تكتب انستكشن تصفرهم بي سي اف شمال بي سي اف اكس 7 بي سي اف اكس 6 بي سي اف اكس 5 بي سي اف اكس 4.
الحل مشابه، واذا انتبهت ممكن هذول الاربعه تستبدل هنا بهاي موف ال دبليو صفر اف اند ال دبليو. اوكي ممكن تستخدم هنا بدل ال. فيعني هي دائما الشفت لها علاقه كبيره بالروتات، فاسئله الشفت اوكي هسه ممكن بالعكس انه يجيك اسمبلي ويقول لك اكتبوا لغه السي. يعني ديروا بالكم هذا السؤال وارد جدا، وارد جدا. كمان مرة الأربعة اللي مظللات هذول ممكن تستبدلهم بدل التو ستيتمنتس موف ال دبليو صفر اند دوكر. تمام؟ في أسئلة؟ كمان مرة ستيتمنت زي هيك واي تساوي اكس شيفت رايت 4، اكس ما بتغير، اكس بتضل ثابتة كأنه محتوى اكس، بعمل له شيفت رايت 4 والنتيجة بحطها في واي، ما بغير عن اكس، هيك بغير عن اكس. الآن ما تبقى معظمه examples، فاكتب برنامج اللي توجل بورت بي وبورت سي كل 250 ملي سكند، بورت بي بورت سي اوتبوت انيشال فاليوز، حط بورت بي 55 بورت ودخل بوايل لوب، بورت بي تساوي انفرت بورت بي، بورت سي تساوي انفرت بورت سي. ام ازدلي صراحة حل هذا السؤال لو شطبت هذول الجملتين، لو ما حطيتش انيشال فاليوز بعتبرك ليه صح، لأنه ما قايل لك في السؤال حط انيشال فاليوز، بضل يعمل انفرت حسب نص السؤال. المهم هو أنا يعني مثال على كيف تستخدم، كيف تعمل وانس كومبليت. سؤال ثاني انه سي 18 بروجرام توجل اول ذا بيتس بارت بي سي ودي كونتينيوسلي وذ 250 ملي سكند ديلي. اوكي ففيش في شيء، بس فكرته هون فكره السؤال انه ينوه يقول لك نقدر نعمل وانز كومبلمنت لاي ريجستر بنعمل له اكسور مع اف اف، فاي رقم اكسور اف اف كان بعمل له وانز كومبلمنت، الصفر بتقلب واحد وواحد بتقلب صفر، بس فكرة هيك السؤال. فمنه طبق لك على الاكسور كيف بنعمل اكسور، ومنه نوه للمعلومة انه اي بت اكسور واحد، اي بت اكسور واحد بكلم، يعني صفر اكسور واحد واحد، واحد اكسور صفر واحد، اكسور واحد اكسور واحد بصير صفر، اي بت اكسور واحد البت بكلم. طيب شوف هذا السؤال، قبل هذا السؤال بجوز اوكي هون بدك تحول من بي سي دي لاسكي، بس كالجوريثم احنا اخذناها في شابتر 5، بما انه المثال هون هاي مشكله بدك تضطر تروح تفهم شابتر 5، حتى لو شابتر 5 مش مطلوب، شابتر 5 مش مطلوب، ولكن هسه طلعوا اذكركم بس العمليه بتعتمد على سواب، كانت سواب واند مع اف 0 او 0 اف، العمليات كانت ثلاث عمليات نعتمد عليها في الالجوريثم، سواب اند 0 اف اند اف 0 واور 30. هالسؤال ما في سواب، ما في سواب. طيب شو الان اذا بتنتبهوا الشيفت رايت 4، قبل شوي انا تعمدت احلها بهذا الشكل، الشيفت رايت 4 اصلا تكافئ سواب وبعدين اند 0 اف، والشيفت ليفت 4 تكافئ سواب واند اف 0. فهون طلعوا بستيتمنت واحده اختصر خطوطين هناك، الشيفت رايت 4 تعادل سواب واند 0 اف، الشيفت ليفت 4 سواب واند اف 0. فهاي التريك كون بيستخدمها عشان يعوض انه ما في سواب في الان، مو جوز اجيب لك سواب اقول لك ابنيها في الاسمبلي، يعني دول طبق عليها. هاي مثال ثاني بس العكس، انه من بي سي دي لاسكي يا شباب. اوكي اسكي لبي سي دي. شو هذا السؤال؟ هذا السؤال حله سهل، بس يعني النص لما اقراه بصير افكر بطرق مختلفه للحل، بس اذا فهمت السؤال وانتبهت لشغله بصير حله سهل. هسه طلع بقول لك هون اكتب برنامج بحول من هكسا لديسيمال، طبعا احنا بنعرف الريجستر اقصى حد 955 ثلاث خانات،
وكل خانة خزنها في بورد أو في ريجستر يعني بالنهاية. اكتب برنامج بحول لهيك لديسيمال، وكل خانة معروف الرقم راح يطلع من 3 خانات لأنه أقصى حد 255، كل خانة من الخانات خزنها في ريجستر. هسه هون وين الطالب بعلق بقصة كيف بده يحول لديسيمال، يعني مش بيشغل حاله في قصة التحول لديسيمال، بس تذكروا أول شيء مستحيل أخزن على ديسيمال في الريجستر، دائما الريجستر بخزن في باينري. فقصة إنه تخزن ديسيمال في الريجستر ما في إيش اسمه تخزين ديسيمال في الريجستر. طب ولا شو قصده في السؤال هون؟ طلع شو قصده؟ قصده سهل أسهل من نص السؤال. القصة إنه لو عندي أنا رقم في الريجستر أنا عارف إنه باينري، بس هذا الرقم يعادل، خلينا اوكي، اذا عندي رقم في ريجستر بدي اخزنه في 3 ريجسترز، شو يعني قصده السؤال؟ اول شيء مستحيل الرقم يحتوي على ديسيمال، الريجستر يحتوي على ديسيمال، هاي اول شيء. مستحيل انه فيش شيء اسمه ريجستر يحتوي على ديسيمال ولا ريجستر يحتوي اكسل، الريجستر دائما فيه في باينري، بس انا بطلع عليه بعدسه الديسيمال او عدسه يعني بطلع عليه ببعت له بطلع عليه هو ديسيمال ولا كده. فيفرضوا انه مخزن رقم باينري ما يعادل ال 140 45، ما يعادل ال 145، القصد انه تخزن رقم ديسيمال ثاني ما يعادل 1، وتخزن رقم ما يعادل 4 ديسيمال، وتخزن ما يعادل 5 ديسيمال. فحقيقة اللي بده يتخزن هون، اللي مخزن هون مش 145، الباينري اللي كنته 145، انا عم بكتب ديسيمال. فنفترض انه ففيش شيء اسمه كيف اخزن ديسيمال، ما بقدر اخزن ديسيمال بالنهاية يعني. فهو بقول لك اذا في عندك ريجستر اطلع عليه بعين الديسيمال وشوفه 3 خانات، وكل خانه، خانه المئه تحطها في ريجستر، خانه العشرات تحطها في ريجستر، وخانه المئات تحط خانه الاحاد تحطها في ريجستر، بس بالنهايه احنا عارفين متذكرين انه حقيقه اللي راح يتخزن هون هيك 1، واللي راح يتخزن هون برضه باينري، عارفين هذا الحكي اوكي، واللي راح يتخزن هون رقم اوكي ما يعادل 0.5 اوكي. فراح هيك هيك بتخزن، بس عمليا اذا شوفوا شو السؤال صار، اذا كونفيرت تو ديسيمال، هاي ما لها شيء يعني كونفيرت تو ديسيمال، بس فكر في منها ديسيمال اند ديسبلاي ذا ديجيتس، الديجيتس قصده خانات الاحاد والعشرات والمئات، خزنه في 3 ريجسترز بغض النظر بورت بي ولا ايش. هسه الصراحه اذا عندك رقم انت اكس، افرض انه هذا اسمه اكس، اوكي الان اكس او غيره، الان اذا بتطلع 140 45 موديولس ال 10 تساوي 5، اذا نمسك الريجستر اعمل له موديولس ال 10 طلعت خانه الاحاد، إذا نفس الرقم عملت له تقسيم 10 شو بيطلع؟ بيطلع معك 14، يعمل موديولس كمان مرة لل 14، 14 موديولس ال 10 بيطلع 4، بيطلع 1 لا 4 الآن. أربعتاش تقسيم 10 بيطلع 1، إذا هاي طلعت الأجوبة كيف؟ مودلس 10 طلع لي الآحاد، عملت تقسيم 10 وبعدين مودلس 10 طلع ال10، الان اللي عملت له تقسيم هو ال14 الصراحه مش ال4، ال14 هاي عملت تقسيم 10 طلعت ايش؟ طلعت الواحد. فعمليا تطلع خانه الاحاد والعشرات خلص خلص السؤال، هاي طلعناها.
ما تقعد تفكر وانا الاسم بدي اخزن في الريجستر اسم، مستحيل تخزن اسم في الريجستر، ما بتزبط، ما يكافئ الاسم، هاي الاسم مفهوم؟ فتقعدش تفكر كثير بالسؤال. فايوه بنستخدم المودولوس والديف ونطلع الخانات، مودولوس 10 طلع الواحات، بعدين تقسيم 10 مودولوس 10 طلع العشرات، وبعدين تقسيم 10 طلع المئات، وخزنهم كل واحد في الريجستر. فمرات فهم السؤال هي اللي بيساعدك على الحل يكون سهل. اذا في اسئله اساله، في هاي موجود لسه. مية اوكي، بدك تضرب في 100 وتضرب في 10 وتضرب بعد ما تجري الديجيتس، الاولى تضرب بيها ما تضرب بيها في شيء، الثانيه تضرب بيها في 10 والثالثه تضرب بيها في 100. اعطيتني فكره سؤال يعني، بس داتا سيرياليزيشن اخذتها. داتا سيرياليزيشن انه اذا عندي بايت بدي اطلعه بت بت او استقبله بت بت، طبعا بس بده يعني التكنيكس. اوكي، فاذا متذكرين احنا عملنا روتيت، اكيد بدنا نعمل شيفت، كنا نعمل روتيت، حلينا في الاسمبلي باستخدام الروتيت، طبعا نحله باستخدام الشيفت، هو نفس الشيء باستخدام الشيفت، فهي تكنيكس. طيب بروجرام روم الوكيشن ان سي. طيب خلينا اول شيء نتذكر في الاسمبلي كيف نعمل الوكيشن، كيف نخزن داتا في الروم، يعني لما نحمل الانستركشنز تتحمل معها داتا في الاسمبلي. كيف كنا نعمل؟ ديفاين بايت، اورج مع ديفاين بايت، اورج بتحدد وين، ديفاين بايت. هون بنضيف كلمه روم قبل الاريه، بنضيف كلمة رم. فطلعوا لو جينا شطبنا كلمة رم، هون شطبنا ما في كلمة رم، هاي الاري وين تتخزن؟ في الرام. هاي اري اول عنصر الاسكي للصفر، ثاني عنصر الاسكي للواحد، بدون كلمة رم هاي الاري تتخزن في الرام، تختار لها مكان في الرام تخزن. طب مع كلمة رم بيخزنها في الروم، فاذا قصه انك تحط روم او ما تحط روم بدل الديفاين. لقدام هسه شوي بنشوف كيف اتحكم بالضبط وين في الروم بخزن. طيب من ناحيه الوصول في الاسمبلي، الوصول للداتا في الروم كان معناته نستخدم التابل بي تي ار، ناشر العنصر، بعدين نستخدم تابل ريد، لما اعمل تابل ريد بنسخ على التابلات، وبعدين من التابلات بتاخذ. فاللي متبع اول باول سهل يتبع، اللي مش متبع يعني بكون يعني زي مر عنه بحلمي هيك الموضوع. طيب لازم احد يدير باله على التسجيل. طيب طب للوصول هون كيف؟ زي ما وصلت الوصول طلعوا لي السي هون قديش قوية الموضوع. الوصول للداتا في الرام والروم بنفس الطريقة. الوصول للرام والروم، الداتا في الرام أو في الروم نفس الطريقة. طبعا فيش يعني، قلنا لكم مش ماجيك كار، بس سؤال الكومبايلر بخفف على المبرمج كثير من المتاعب. هو اكيد بيستخدم الكومبايلر لما يحول لماشين كود التابل بي تي ار والتابلات، ما له مفر، ما له مفر. ولكن لاحظوا اذا في روم هاي الاري بتتخزن في الروم، ما فيش روم بتتخزن في الرام. هذا الفور لوب سواء كانت في الروم ولا في الرام بيصل لعناصر الاري، تمام يا جماعه؟ في اسئله؟ اوكي.
هون في ستورج سبيسيفاير بسموه نير وفار، ديفولت فار يعني انا مش حاط بعتبره فار. طلع اذا حطيت قبل كلمه روم نير راح الداتا يخزنها باول 64 كيلو بايت من الروم. اذا ما حطيت كلمه نير راح يعتبرها فار، يعني راح يخزنها باي مكان في الروم بس. شكرا. اذا وين؟ وين هو مش بالضبط، هل خلال اول 64 كيلو ولا اي 2 ميجا بايت؟ طب اذا بدي احدد بالضبط وين بدي اخزن، سواء ده اصلا يعني هاي سلايد كيف اعمل اورج؟ فيش اورج سي. طب انا ليش بستخدم الاورج؟ الاورج عاده بستخدمها عشان اقرر وين الانستراكشنز اخزنها. فبكتب اورج 100 وبعدين ببلش اكتب كود، بعرف انه هذا الكود راح يتخزن في بدءا من اللوكيشن 100 في الروم. اذا طلعوا الاورج دائما مرتبطه بالروم، ولا مره الاورج لها علاقه في الرام اكيد. هون في البيك 18 او في المايكرو كنترولرز. طيب كمان حتى احنا الداتا لما عملنا ديفاين بايت برضه استخدمنا الاورج لاقرر وين الداتا بتتخزن. هسه هون في عندي تو براجماز بسموهن براجما. براجما كود من خلالها اسم نشوف مثال بنقرر وين الكود يتخزن في الروم بالضبط، بدي اياه يتخزن بالضبط. براجما روم داتا بتقرر وين الداتا بالضبط في الروم تتخزن. مثال، شوف هذا المثال، هاي اري وين مخزن هاي الاري؟ في الرام اكيد. ليش؟ فيش كلمه روم. بس طلع هون براجما كود مين تساوي 50، هاي بدل اورج 50. براجما كود، براجما كود اذا وين الكود يتخزن؟ اي كود مين، شو هو المين؟ هي الفانكشن مين. اذا هاي البرنامج لما الكومبايلر حوله لماشين كود بخزنه ابتداء من اللوكيشن 50 اكيد في الروم، حلاش كل وين في الرام ولا في الروم، فيش كود بتخزن في الرام. بسبب وجود هاي البراغما، براغما كود مين تساوي 50 راح يخزن الفانكشن المشين كود الناتج عن تحويل الفانكشن مين لانستراكشن راح يخزنه في الروم ابتداء من اللوكيشن 50. هون فانكشن ثاني اسمه امز ديلي، براغما كود امز ديلي تساوي 300، كانك كاتب ارك 300 وحاط الانستراكشنز تبعت هاي الفانكشن. فإذا كيف اتحكم وين الكود يتخزن؟ براغما كود اسم الفانكشن تساوي وين بدك تخزن المشين كود. في كمان وين الداتا تتخزن في الروم، براغما روم داتا. اذا هناك براغما كود وهنا براغما روم داتا، ماي داتا تساوي 20. اذا ماي داتا هاي اري، شو معناته؟ ان الان ما حطيتش هاي الجمله راح هو يختار مكان وين. اوكي بحدد حاطين يا رعنا اول 64 كيلو، بس انا هون بدي بالضبط اقرر وين، يعني بدي حرف الاتش في ال 200 في الروم، الاي في ال 201، ال في ال 202. براغما روم داتا مدام اوكي روم داتا ماي داتا 200، مدام هون حاط روم معناته هاي الاري في الروم. وين بالضبط؟ الاتش في ال 200، الاي في ال 201، هون موجود. جو تو قصدي ايش يعني جمع؟ بدي كل فانكشن بتقدر، الفانكشن بيكون متتالي اكيد، الفانكشن الواحد بده يكون الانستكشن تبعته ايش متتالي. بس هي هون طلع هذول تو فانكشنز، واحد خزنه في ال 50 واحد في 300. لا هاي اري، الاري دائما كونسيكوتيف لوكيشنز، كونسيكوتيف لوكيشنز، لانه هلو لما كتبت هلو انت معناته بدك الاي تيجي ورا الاتش بالضبط والال ورا الـ هي طلع كلمه هلو از سترينج بتفرض عليه، مش ممنوع انت بدك الاتش في مكان والاي في مكان. تعرفيش اري، عرفي ان ساين كار اكس تساوي الاسكي للاتش، وان ساين كار واي الاسكي للاي، وخزن الاكس وما بدك والواي وما بدك. تمام. هسه دائما اري معناته ورا بعض، دائما اري معناته ورا، ما دام حطيت اشاره الاري هون سواء في الرام ولا في الروم معناته هذول ورا بعض. بدك داتا تخزنيها في مواقع مختلفه من الرام او الروم بدك تعمل فاريبلز او كل فاريبل تتحكم. هسه الصراحه حتى في الرام بنقدر احنا نقرر وين في الرام، انه في الديفولت اكسس بانك ولا في اي مكان،
وبنقدر كمان بالضبط وين في الرام نخزن هاي الاري بالضبط وين في براجما اي داتا للانيشاليز داتا وبراجما يو داتا للان انيشاليز داتا هاي اري بالضبط وين في الرام. الان انا بصراحه مشان ما تخربطوا كثير اخر سلايد بطالبكم فيها 28، اخر سلايد بطالبكم فيها 28 مشان ما تخربطوا. اوكي، فاللي ظل ايش في الرام، وين بالضبط في الرام، في الاكسس بانك ولا اي مكان؟ واذا اذا بدك بالضبط وين، زي اوكي وين بالضبط يتخزن الفاريبل او الاري، في براجما اي داتا للانيشاليز داتا وبراجما يو داتا. فلاحظ هاي هاي الاري انيشاليز للان انيشاليز براجما يو داتا، هاي الاري ان انيشاليز، فهون هاي الاري راح تنحجز ابتداء من اللوكيشن 200 في الرام. هاي الاري راح تنحجز ابتداء من اللوكيشن 150 في الرام، فالاتش في ال 150، الاي في ال 150 في الرام. طب ليش في الرام؟ فيش روم، مش حاطين كلمه روم. هون اوفر لي كمان مره 29 اخر اربع سلايدز، ما راح اسالكم عنهم، بس يعني مش غلط انا مشان ما تخربطوش، لانه في كي ورد صارت كثير، براغما يو داتا، براغما اي داتا، براغما روم، براغما روم كور، براغما روم داتا، واضح؟ خلص لاخر 28 اخر شيء، وانا هذول اللوكال فاريبلز. تعرفوا اللوكال فاريبلز اول ما ننادي على الفانكشن بنحجزن، بعد ما اخلص الفانكشن بروحن. فاذا بدي اسمح للكومبايلر انه يستخدم نفس اللوكيشن لتو فاريبلز، بحط كلمه اوفرلود، برضه مش مطلوبه منا بالامتحان، لا هسه ولا بالفاينل. تمام، في اسئله؟ تمام يا جماعه، يعطيكم العافيه.